مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد مفاجأة الفيديو كليب اللي رح يكون مع اخواتها سيدرا وشيرين، اعلنت نارين عن مفاجأة تانية بفيديو من فيديوهاتها على اليوتيوب. ما تتخيلوا الشغلات اللي عم حضر لكم ياها هالفترة، شو كبيرة. غنيتي انا ومو، غنيتي انا وسيدرا وشيرين، عم اعمل كذا شغلة بنفس الوقت، بس كثير متحمسة. يعني صح في كثير ضغط، بس هالضغط انه عطول عم يعطيك دافع قوي لحتى انه شو حيصير شو حيصير. بعرف كثير منكم متحمسين، بس الاغاني نار، مو طبيعي شحل. فمثل ما سمعتوا، نارين ومو قرروا يتعاونوا بفيديو كليب جديد ومرة ثانية، بعد ما حقق الفيديو كليب الأول فيك لوف نجاح كتير كبير، ومشاهدات وصلت ل 15 مليون مشاهدة. فغنية نارين ومو حاليا صارت جاهزة، فضل بس الفيديو كليب يتصور. فاختار مو ونارين المالديف لتكون وجهتهم لتصوير الفيديو كليب لجمال المناظر والمناطق هناك، ورافقهم صديقهم المقرب أحمد النشيط لأنه هو اللي عم يعمل على الفيديو كليب كله. فنارين متواجدة بالمالديف وللمرة الثانية، وعبرت عن حماسها للفيديو كليب بهالستوري على الانستغرام. جايز، كتير منكم عم تسألوني وين أنا مسافرة. So, اليوم أنا بالمالديف لتاني مرة بحياتي. طبعاً مكان هون بجنن، واجينا اليوم على المالديف لأنه عم نصور الفيديو كليب مع غنيتي مع مو. So, الفيديو كليب عم نشتغل عليه هون، رح يكون أحمد، رح يكون والله بدي أقفلك، عملني كلياتي مي. يا والله والله حرام، والله حرام، والله حرام، والله حرام، والله حرام. أحمد المزعج بعمركم ما تسافروا معه، هو عم يعمل الفيديو كليب كلياته. بس anyways، الفيديو كليب عم نشتغل عليه، حيطلع نار بجنن. رح تنزل الغنية على قناتي قبل غنيتي مع أخواتي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.